للحديث عن حرية الصحافة في العراق وسط سطوة الميليشيات، ينضم إلينا عبر الهاتف مصطفى كامل، رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر. أستاذ مصطفى، مرحبا بكم. يعني كما تعرفون، قناة التغيير الفضائية أغلقت مكتبها في بغداد بعد تعرض العاملين فيها لتهديدات بالقتل. سؤالي من شقين أستاذ مصطفى، من يقف وراء هذه التهديدات؟ وأين الدور الحكومي في عملية ضمان حرية التعبير كما يصرح رئيس الحكومة في المحافل الدولية؟ أحييك وأحيي مشاهديك الكرام. أهلا بك. في العراق السلطة الوحيدة التي لا يعلو شيء فوقها هي سلطة الميليشيات. هذه السلطة هي السلطة القضائية، وهي السلطة التشريعية، وهي السلطة التنفيذية في البلاد، وهي من يستحوذ حتى على توجيه الرأي العام كما يريد. هذه هي أمانيهم، وهذه هي يعني ما يحقق ما يرغبون بتحقيقه فعلا. وبالتالي الذي يقف وراء هذه العمليات الإجرامية التي تطال الصحفيين والناشطين وتطال حرية التعبير هم الميليشيات الإرهابية التي لا يروق لها أي حالة انتقاد وأي حالة كشف لما يجري من فظائع في هذا البلد، سواء على مستوى اغتيال الناشطين أو على مستوى فضح شبكات الفساد ومافيات التهريب وعصابات الإرهاب وعمليات الإخفاء القسري. كل هذه الجرائم وغيرها لا يرغب هذا النظام الميليشياوي الإجرامي يعني أي صوت يفضح هذه الجرائم، لأنه هو المعني أولا وأخيرا به. أما ما يتحدث به مصطفى الكاظمي أو غير مصطفى الكاظمي، فمعروف أن مصطفى الكاظمي لا سلطة له في الحقيقة، وإنما ما السلطة الممنوحة له هي ما تمنحه له الميليشيات من يعني تفضلا من باقي سلطتها. السلطة التي لا يعلو عليها شيء هي سلطة الميليشيات كما قلنا، ولا صوت يعلو على صوت الإرهاب الميليشياوي في العراق. وهذا الأمر له يعني عليه الكثير من الشواهد. نعم، بما لا يعد ولا يحصى. طيب أستاذ مصطفى، يعني محاولات تكميم الأفواه بدأت منذ أيام الاحتلال الأولى، ولكن هل أسهم الاحتلال الأمريكي بموضوع إذكاء ثقافة العنف وإسكات الأصوات المعارضة للحكومات المتعاقبة في العراق؟ هل تكميم الأفواه يعني خطة أمريكية معدة بعد احتلال العراق؟ طبعا، والمفارقة أنهم يعني كانوا ينتقدون النظام الوطني باعتباره غير ديمقراطي ولا يسمح بحرية التعبير، فإذا بهم عندما جاءوا قاموا أولا بحل وزارة الإعلام وأنشأوا جهازا بديلا لا يمت إلى العراق صلة من جهة، ويحاول أن يفرض يعني الصوت المؤيد للاحتلال والمسوق له ولبرامجه ولمشاريعه، وسمحوا بهذه الفوضى الإعلامية ولم يسمحوا بالحرية الصحفية أو الإعلامية، بحرية الإعلام أو الصحافة، وإنما سمحوا بالفوضى. فأصبح الفضاء الإعلامي العراقي يعني يعج بكل الأصوات الشاذة والنشاز، وحاربوا كل الأصوات الحقيقية، وعملوا من خلال مختلف القوانين، ومنها قوانين الاجتثاث والإقصاء، ويعني على إبعاد كل صوت حر ووطني ومخلص. وبالتالي الخراب الذي نعيشه الآن بدأ به الاحتلال الأمريكي منذ أيامه الأولى، من خلال الإجراءات والقوانين والشخوص الذين نصبهم على هذه المؤسسات المعنية بالإعلام. أستاذ مصطفى، كيف انعكست عمليات الاغتيال المنظمة والاختطاف والاعتداءات ضد الصحفيين على العمل الصحفي في العراق؟ يعني العمل الصحفي داخل العراق هو مسيرة داخل حقل من الألغام، لأنه لا يوجد قانون يحمي الصحفيين، وحتى إذا وجد قانون يعني على الورق لا يوجد تطبيق له. القانون الوحيد السائد هو قانون كاتم الصوت. هذا الكاتم اغتال عددا كبيرا من الصحفيين
العراقيين على مدى والعاملين في الإعلام بشكل عام على مدى السنوات الـ18 الماضية من عمر العراق، ويعني كمموا الأفواه وأغلقوا كثير من المؤسسات الصحفية وهاجرت كثير من الأصوات الصحفية الحرة، كل ذلك في سبيل بقاء الصوت الإرهابي الطائفي المحرض على الإجرام، المحرض على الطائفية وعلى العنف وعلى الإرهاب. وهذا يعني نلاحظه الآن في كل التدهور المريع الذي يشهده الإعلام والفن والثقافة في العراق. بنظرة استشرافية للمستقبل، كيف يعني ترى مستقبل الصحافة في العراق في ضوء القمع وتكميم الأفواه الذي عادة ما يغلف بالحديث عن الحريات؟ يعني سيبقى هذا الحال كما هو عليه، ستبقى هذه الميليشيات هي من تفرض سطوتها وتفرض إرهابها وتفرض إجرامها على الأصوات الحرة وعلى كل من يحاول انتقادها، وبالتالي لا خلاص للعراقيين. خلاص الإعلام العراقي جزء من خلاص العراق ككل، ولا خلاص للعراقيين إلا بإنهاء هذا النظام الميليشياوي الإجرامي الفاسد الطائفي الذي تسلط على العراق بفضل الاحتلال الأمريكي المدعوم إيرانيا ومن بعض الدول العربية للأسف. مصطفى كامل، رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر، شكرا جزيلا لكم.